شوف يا حبيبي، أنت لك في حياتك اليوم، أمس راح وما تقدر تغير فيه الشيء. كان جميل تذكر جماله واستمتع، وإن كان محزن حاول تنساه. خلاص راح انتهى، لا تخليه يصير يعيش معك اليوم. وبكرة ما تدري وش اللي بيصير، كلها بيد الكريم سبحانه وبيد الرحمن الرحيم. فخلك متفائل بكرة واستبشر خير البكرة، لكن لا تخليه يصير هو أيضا يسيطر على يومك. استمتع بيومك اللي انت فيه. مثال علاقتك بالله سبحانه وتعالى، استمتع بصلاتك. ما دام لك الحين بحيلك وقدرك تقدر تقف وتركع وتسجد، استمتع بكل حركة وانت واقف أمام الله سبحانه وتعالى. حاول تستمتع بصلاتك، بعلاقتك بالله سبحانه وتعالى، استمتع فيها. خليك سعيد، قول الحمد لله أن الله مكنني. استمتع بعلاقتك بوالديك إذا كانوا عايشين، حاول تكون حولهم، حاول تدخل سرور عليهم، حاول تضحكهم، حاول توسع صدورهم بأخبارك الزينة، مو بتعطيهم أخبارك الشينة ولا الصعوبات اللي تواجهك في حياتك، لا، عطهم كل شيء يسر، خلهم يعيشون فرحين ومطمئنين عليك. لا تقول لهم عن الصعوبات أبد، لأن الحين ما بديهم شيء، بس تضيق صدورهم. لذلك استمتع بعلاقتك معهم عن طريق ادخال السرور عليهم، واستمتع اذا رحت في الليل وفكرت اليوم والله ضحكت ابوي ضحكت امي. اذا كانوا ميتين استمتع بالدعاء لهم، ادع لهم وتوص بالدعاء لهم. خصص من وقتك كل فتره، كل في اليوم اكثر من مره خصص وقتك تدعي لهم، واستمتع بهالدعاء وانت تدعي لهم. وتذكر ان شاء الله ان عيالك بيدعون لك، ترى كلها متع. علاقه الوحده بزوجها، تستمتع بزوجها، لا تفكر في الناس الاخرين. شوف الرجل هذا وش سوالس، لو الشيء البسيط استمتعي بالشيء البسيط منه، لأن ما تقدرين تغيرين شيء، لكن صدقوني تنكتني على روحك على الفاضي. استمتعي باللي فيه، شوف الجمال اللي فيه، شوف الخصال الحلوة وحاولي تستمتعين فيها. أيضا الزوج، استمتع بالجمال اللي في زوجتك، بالخصال الحلوة، لا تحاول تقارنها بغيرها، لا تناظر، صدقوني لا تنظرون برا، ما ضيع الناس إلا مناظر برا. ثم لعيالكم يا أخي، استمتعوا بعيالكم، استمتعوا باللي الله عطاكم. حتى لو كان عندك واحد مريض لا سمح الله ولا شيء، تذكر ان هذا كرم من الله انك تراعيه ولك اجر انت وياه، وانك تلتقي انت وياه في الجنة. استمتع بكل شيء حولك. اذا صارت الظروف المادية شوي صعبة، ما يخالف، مد رجلك على قد حالك. لا تناظر غيرك تقول هذا عنده هذا، ما تدري وش الله معطيه مع المال وش عطاه من ضيق. ولذلك انت استمتع باللي معك. والله يا جماعة الخير، أحيانا الواحد يأخذ لك خبزة تذي يحطها على ضويه ويحميها وتيبس ويأكلها طعمها إنه يطير في الرأس. ترى القضية مي بقضية إني أروح أفشخر وروح مطاعم وروح محلات وأصرف، لا لا، القضية أستمتع باللي عندي. استمتع بسيارك، استمتع بأصدقائك، استمتع بجيرانك، استمتع، حاول تستمتع بكل شيء حولك. الله يسعدكم وين ما كنتم، استمتعوا بقاربكم يا جماعة. والله الحياة ما فيها شيء سوى أنك تضيق على روحك وتنكد على روحك وتغث روحك أبدا. والله استمتعوا يا جماعة، استمتعوا، ترى في خير وفي نعم. أسأل الله يديم علينا الأمن والأمان وحفظنا ولاة أمرنا، ووفقهم لما فيه رضا الله سبحانه وتعالى، ويسعدهم ويبارك لهم ويحمي بلدنا من كل سوء، جميع بلاد المسلمين.